السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معلش طبعا احنا هنكمل حتة كده علشان داخلة في الامتحان. احنا كنا خدنا، انتوا طبعا عارفين اليونت بتاعت الجيناتكس كلها داخلة، فاحنا دلوقتي كنا خدنا تشابتر 1 وتشابتر 2. ده تشابتر 3 اللي كان الجزء الاولاني بيتكلم عن الجيناتيك ديزيزز اللي هي داون سيندروم وتيرنر سيندروم وكلاين فلتر سيندروم، وكنا اتكلمنا عنهم مع بعض. كان فاضل الجزء بتاع التريتس اللي هي سكس لينك تو سكس انفلوينس تو سكس ليميتد، هنتكلم عنهم الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. بس قبل ما نتكلم عنهم عايزه اراجع معاكم حته الكروموسومز اللي من البدايه بنتكلم عنها. بنقول ان الكروموسومز نوعين، احنا عندنا طبعا كل سيل فيها certain number of كروموسومز، وبالنسبه لكل سبيشيز بتبقى ثابته فيه ولكن مختلفه على السبيشيز التاني. مثلا الهيومن عنده 46 اي كروموسومز، يعني 23 بيرز. طيب الكروموسومز نوعين، في الاوتوسومز اللي هي السوماتيك كروموسومز، الكروموسومز العادية which is not determining the sex of the individual, and the sex chromosomes. السكس كروموسومز دي اللي هي عليها الجين اللي بيعمل determination للsex of individual. تمام. طيب يعني انا بالنسبه للهيومن لو قلت ان انا عندي كروموسومز 46 كروموسومز، يعني 23 بيرز، كنا بنقول لو هنكتب الكروموسوم الستراكشر بتاعه الفيميل كانت 44 بلس اكس اكس والميل 44 بلس اكس واي. الكلام ده بنقوله من شابتر 1 وبنعيد فيه تاني اهو. يبقى الفيميل 44 بلس اكس اكس ده بالنسبه للانسان، و44 بلس اكس واي ده الميل. طيب ال44 دول اللي هم الايه، الكروموسومز العاديه اللي هي بنسميها سوماتيك كروموسومز او اوتوسومز. اما الاكس اكس ده اللي هو البير الاخير اللي هو كان بيبقى السكس كروموسوم، في جين على الاكس وجين على الواي، ودول بيعملوا ديترماين للسكس بتاع الانديفيديوال. بالنسبه للميل جين على الاكس وجين على الواي، وده كان بيعمل ديترماين للايه، للسكس بتاع الانديفيديوال. هنا اكس واكس وهنا اكس واي واي، وكنا بنقول ان دول هوموزايجس او سيمتريك او سيميلر، ودول طبعا ديفرنت حتى في السايز، اسيمتريك او هيتيروزايجس. تمام، ده كلام قديم. طيب احنا نقول كده ليه؟ عشان دلوقتي هنتكلم عن السكس لينكد تريتس. السكس لينكد تريتس، التريتس دي سوماتيك تريتس، يعني صفات عادية ولكن الجين بتاعها موجود على السكس كروموسوم اللي هو اكس او واي، على حسب بقى كل كيس هيبقى التريت دي موجودة فين. هو هيقول لي، هيديني في الداتا بتاعت البروبلم هو موجود فين. طيب طب هل ليها علاقة بالسكس هرمونز؟ لا، not affected by the sex hormones. not affected by the sex hormones يعني الجينز هي لصفات عادية وموجودة على السكس كروموسومز، ولا تتأثر بالهرمونز بتاعت الانديفيديوال whether male or female. لا تتأثر، not affected. الساينتست اللي اكتشف الكلام ده واتكلم على التريتس دي كان توماس مورجان. درس لون الاي في الدروسوفيلا انسكت او الدروسوفيلا فلاي اللي هي الفينيجر فلاي او فروت فلاي، واكتشف ان في بعض السوماتيك تريتس بتكون موجوده على السكس كروموسومز وملهاش علاقه بالديترمينيشن اوف سكس. فهناخد، احنا هندرس اللي في الدروسوفيلا واللي في الايه، هيومن. ناخد السكس لينك تريتس اللي موجودة في الدروسوفيلا. هو اتكلم عن الاي كولر، قال لي خلي بالك الاي كولر موجودة على الاكس كروموسوم، وبتبقى الريد دومينيت اوفر الوايت، يعني الاتنين اليلز هما الريد اي والوايت اي، الريد هي دومينانت على الوايت اي. اوكي طيب، يبقى هاخد اللتر ار على ان هي الريد الدومينانت، يبقى ده الجين اوف ريد I، والR small ده يبقى الجين of white I. طيب هسألكوا سؤال، بالنسبة للميل لو اديتك فينو جينو تايب مثلا كده X R capital
واي كده تمام ولا غلط؟ كده صح، لان الواي ما عليهاش جين، احنا قلنا الجين بتاع الكالر ده موجود فقط على الاكس، فاذا الواي مش هيبقى عليها جين يخص مين؟ التريد. طيب يبقى كده دي ريد ولا وايت؟ مش دي كابيتال دوميننت تبقى ريد، يبقى ده ريد ايد ميل. طيب بالنسبة للميل كده ده يبقى ايه؟ وايت طبعا ريسيس. الله، يعني بالنسبة للميل انا محتاجة جين واحد بس عشان يعمل اكسبريس للتريت. الميل جين واحد بس اللي بيعمل اكسبريس للتريت، لكن الفيميل لا، لانها عندها 2 اكس، فهيبقى في جين على الاكس وجين على الواي. لو افترضنا ان هي كده تبقى ايه؟ ريد. طب لو كده برضو ريد بس هايبريد. طب لو كده كده وايت. يبقى بالنسبة للفيميل عندها 2 جينوتايب علشان يبينولي 1 فينوتايب. اما الاناليسس بتاعت الكلام ده مهمة، يعني ان انا بعرفة الكلام ده مش هلاقيه مكتوب، انا بقى فاهمة ان دايما اخد بالي من الفينوتايب والجينوتايب. انا عندي صفة واحدة اسمها ريد، دي الفينوتايب. طب الجينوتايب بتاعها ايه؟ حاجتين، يا اما ار ار بيور يا اما ار كابيتال ار سمول اللي هي الايه؟ الهايبريد. يبقى 2 جينوتايب علشان 1 فينوتايب، وبالنسبة للريسيسيف 1 فينوتايب و1 جينوتايب. طب الميل؟ قال لي لا، الميل عندي الريد اللي هي الوان فينوتايب ليها 1 جينوتايب، يبقى هنا الوان فينوتايب اللي هي الريد ليها 2 جينوتايب، لكن هنا الوان فينوتايب ليها ايه؟ 1 جينوتايب. وهنا طبعا دي زي دي في النسبة للميل والفيميل. خلاص، يبقى انا هنا عندي ظهرت صفات جديدة اهي، انه بيكلمني عن ان السكس كروموسوم بتبقى شايلة مين؟ تريتس عادية، سوماتيك تريتس. بالنسبة للميل هو لو الصفة على اكس يبقى بالنسبة للميل 1 جين بس يعمل اكسبريس، لكن الفيميل ببقى عندي 2 جينز. لو خدنا ريد ايد فيميل مع وايت ايد ميل اكتبها ازاي؟ ده الفيميل ودي الميل، ادي البيرنت بتاعي ار كابيتال، هو واخدها بيور، وهنا ار سمول. طلع الجميت segregation of factor، يبقى عندي اكس ار كابيتال لما بتبقى هي هي، مش لازم اكتبها هنا، اكس بكتبها مرة واحدة يعني، هنا اكس كابيتال ار واي. الاوف سبرينجز اكس كابيتال ار كابيتال اكس ار سمول ار كابيتال، ما فيش حاجة هنا. طيب هنا كده 100% red اللي هي الدوميننت تريت، الفيميل كلها red والميل كلها red. تمام، لو خلينا الميل والفيميل دول يعملوا crossing، نطلع الجاميتس r capital x r small x r capital y ال individuals of the second generation x r capital x r capital x r capital y x r capital x r small x r small y. يبقى هنا عندي دي الوايت اللي هي الريسيسيف، ودول الريد اللي هي الدوميننت 3 to 1. بس برضو زي ما انا باخد بالي من الموضوع ده ان الريشيو الاساسيه 3 تو 1 كفينو تايبس، لكن لازم ابقى عارفه ان لو جه سالني مثلا يبقى الفيميل كلهم ايه؟ كلهم ريد. طب الميل؟ قال لي لا، 50% من الميل
red و 50% من الميل white. كل الميلز اللي عندي هم 50% منهم red 50% منهم white، لكن الفيميل كلهم طلعوا ايه؟ red. عشان الأسئلة لما تيجي ممكن تيجي كده. تمام، ده بالنسبة للدروسوفيلا. طب لو خدنا بالنسبة لسكس لينكت ان هيومنز، قال لي في شوية تريتس موجودة على الاكس كروموسوم مسؤول، وسوماتيك تريتس عادية لكن موجودة على الاكس كروموسومز، نعرف هم مين. كولر بلايندنس اللي هي عمل الوان، اللي هو مش بقدر افرق بين الالوان بالذات الجرين اند ريد. هيموفيليا اللي هي البلاد ليكويديتي، السيولة في الدم نتيجة غياب بعض الفاكتورز اللي بتبقى مسؤولة عن الكلوتنج للبلاد اللي هي التجلط. شورت سايتدنس اللي هو قصر النظر، inability to see the far objects clearly, only the near object they can see it clear. Muscle atrophy اللي هو ضمور العضلات، يعني ان المسل ما تبقاش شغالة بالرغم ان النيرف بيوصل لها الاشارة شغال والبون سليمة، ولكن المسل مش شغالة. ده جيناتيك ديزيز، اوكي، فبالتالي ما يقدرش يحرك اللين بتاعه كده. يبقى انا ابقى عارفه ايه اسامي الحاجات اللي ممكن ينطبق عليها الكلام ده. هل ممكن يجيب حاجه تانية مش موجوده من دي؟ امال، لكن هو بيبقى مديني الداتا بتاعه الحاجه وانا هشتغل عليها، اعملها اناليسز واشتغل عليها. طيب ناخد الكالر بلايندنس اللي هي inability to distinguish the colors especially red will green. الجين بتاعها على الاكس زي ما اتفقنا، وابقى عارفة ان هو ايه recessive جين. الكالر بلايندد مان crossed مع healthy woman، نكتبها ازاي بقى؟ color blinded man، man يبقى xy، color blinded يعني عنده سي small لان هو recessive جين، كده هو عنده الديزيز. هنا الفيميل هيلثي يبقى اكس اكس، وهيلثي ما قاليش كارير فانا هكتبها بيور. وبعدين اطلع الجاميتس احط الاوف سبرينجز بتاعتي، يبقى اكس سي كابيتال اكس سي سمول، سوري X C capital Y. اوكي، يبقى هنا عندي ده كارير، الفيميل كارير، وهنا الميل healthy normal. كارير مش معناها ان هي عندها المرض، لا هي سليمة ولكن شايلة الجين، يعني هتدي لأحفادها بقى، او يعني هتدي لولادها اللي هم احفاد البيرنت الاولانية خالص. تمام، لكن هي نورمال ما فيش اي مشكلة. اوكي، المرض التاني الهيموفيليا. الهيموفيليا ده جيناتيك كيس، بتسبب البلاد ليكويديتي، السيوله في الدم نتيجه الابسنس بتاعت ايه؟ سام كلوتينج فاكتورز اللي هي مسؤوله عن تجلط الدم. بيقول لي برده هي ريسيسيف جين موجوده على الاكس كروموسوم، وفي نوت كانت مكتوبه ان ممكن تؤدي للديث طبعا بالذات للتشيلدرن، ما طبيعي يعني الطفل لما يبقى عنده سيوله في الدم مع اي جرح ممكن ينزف. لو خدنا هيلثي مان مع كارير وومن، مان ادي وومن، healthy هو healthy يبقى دي ايه، هناخد حرف الاتش يبقى capital لان هو recessive برضو، recessive gene يعني المرض، يبقى بالاتش small. carrier mother يبقى h capital h small، هي normal ولكن carrier للمرض. هنطلع الجاميتس segregation of factors، بعد كده بعد الاوف سبرينجز بقى الفيليال جنريشن بتاعتي اكس اتش كابيتال اكس اتش كابيتال اكس اتش كابيتال اكس اتش سمول اكس اتش كابيتال واي اكس اتش سمول واي. ده كل دي كده دي ايه؟ طبعا دي فيميل
ميل ميل، دي نورمال، دي كارير، دي ده الميل ده هيبقى نورمال، الميل ده هيبقى سيك، ده كده عنده ايه الهيموفيليا، ده هيموفيليك ميل. تمام خلاص، يبقى انا بقى عارفة مين. على فكرة هل ينفع يكون الميل كارير؟ مفيش ميل كارير لان هو اصلا جين واحد، هي نورمال هي سيك، لكن الفيميل ممكن تبقى نورمال ممكن تبقى كارير ممكن تبقى سيك، لو اتش سمول اتش سمول، صح؟ تمام. تعالوا كده نعمل ابليكيشن، ده كان سؤال موجود عندكم في المعاصر في اللي هي test yourself، يعني ملهاش انسر. انا اخترت حاجة ملهاش انسر نتكلم عنها دلوقتي. هو هيديني داتا عن مرض معرفوش اسمه فيتامين دي ريزيستنت ريكتس ديزيز، الريكتس اللي هو الكساح، ما علينا حاجه معرفهاش مش مشكله، اشوف الداتا اللي مديهالي. فيتامين دي ريزيستنت ماشي، قال لي ان هو دوميننت جين، المرض ده دوميننت، يبقى انا كده هشتغل كابيتال لتر. طيب it is carried on sex chromosome x، موجود على الاكس، تمام. يبقى انا باخد الداتا هوم اللي هو كاتبها لي في الراس البروبلم بتاعتي، ادي carried on X كروموسوم ودوميننت جين، ده بيحصل causes non، بيشرح لي ايه هو الديزيز ده، يعني causes non response to vitamin D، ماشي ما بيستجيبش الفيتامين دي وبالتالي بيعمل ايه، البونز بتبقى ضعيفة فبيحصل الريكتس اللي هو الكساح. When a male suffers، الميل suffers from this disease married to a normal female، الميل suffers from this disease، انت قلت ان هو dominant، تعالوا ناخد مثلا، خلينا مش بيتكلم فيتامين دي، ممكن ناخد حرف الدي او دي مثلا، اكس ده الميل، الفيميل اكس اكس قال لي مالها نورمال فيميل، نورمال ما قالش كارير، نورمال فيميل، فهتبقى او بعدين كده كده بما ان هو دوميننت يبقى النورمال هتبقى كده، ملهاش غير الفورميلا دي الجينوتايب ده، دي كده نورمال فيميل، يبقى دي نورمال فيميل مع سيك ميل، وده برضو ملوش غير الجينوتايب ده، انا ما قداميش غير الجينوتايبس دي اكتبها يا ولاد. طيب ده البيرنت، الجاميتس segregation of factors، دي واحدة هي هكتبها مرة واحدة عشان زي بعض. طيب عايز تكتبيها اتنين اكتبي، دي capital x دي small x دي small y، كده بقت الفيميل sick والميل نورمال، خدتوا بالكم؟ هو لازم الميل هيبقى نورمال لو الفيميل نورمال، لان هو بياخد الواي مع اكس من دول، طب كده كده سواء الاكس دي او اكس دي ما عليهاش الجين اللي فيه القلق، فكده كده الميل لازم هيطلع نورمال، الفيميل هي اللي هتبقى ايه، ها سيك و always sick، الفيميل always sick، الميل always مش always، على حسب الفيميل طبعا، على حسب المادر، بس هنا في الـ في الـ في الكلام اللي عندي ده لا، هي الميل ده هيطلع نورمال، لكن لو هنا في الفيميل كمان sick تبقى دي مشكلة. اوكي ماشي، طيب نشوف بقى هو بيسأل عن ايه، احنا عملنا لها جيناتيك اناليسيز قبل ما نشوف السؤال. هو بيقول the percentage of males اللي بيعانوا من الديزيز ده كام percent، الميل
كام بيرسنت بيعاني؟ مفيش ميل بيعاني، يبقى الميل 0% اللي هو عنده سيك مفيش 0%. طب يبقى هختار هنا ايه؟ 0%، مش هيطلع عنده اصلا لان المذر نورمال. طيب البرسنتج اوف فيميل اللي بيعانوا من المذر من السيك دي من